وكأن هذا 10 سنين الاخرى بغيت شي واحد يفكرني شي نتيجه 10 سنين الاخرى قبل اللي جاوا. هذه ماشي نتيجه 2004 انجاز، النتيجه هي فوز كاس وميداليه، اما هذاك غير كيبقى انجاز. حنا خصنا نخرجوا من ثقافه الانجاز لثقافه النتائج، هذا هو اللي كنهضروا عليه. طيب طبعا كاين اليوم حراك كتعرفوا الرياضه. ملي جيت للوزارة قلت بأن الرياضة في المغرب مريضة لأن دائما حنا مثلا كان شي واحد قال لي 2004 كنا دائما كان كيوقع واحد الخلط ما بين الأمجاد والألقاب. ديما كما كنشرحها الأمجاد هي تأهلنا وشاركنا ولعبنا بحارس وعارضنا والصفراء والحمراء ولعبونا مع 12 إلى آخره، وهذا توعات وهذا ما توعاتش، والألقاب هي ألقاب إلى كاس أربع خطرات ولا سبع خطرات ولا ثلاث خطرات ولا دينا خطرة واحدة إلى تسعة على كاس إفريقيا. إذا إذا كنرجعوا للتاريخ ديالنا كنلقاو بأن عندنا تاريخ أمجاد ولكن الألقاب مالناش بزاف، عندنا رقم واحد. حنا ماشي مصر اللي جبتوا خدات سبع خطرات كاس إفريقيا، ماشي الكامرون، ماشي نيجيريا، ماشي حساب. طيب إذا اليوم كانت واحد الصحوة كان خاصنا العربية ندير واحد الحراك رياضي. الحراك الرياضي جا واحد الشق القانوني الأول، شنو هو اللي هو القانون؟ شنو وقع اليوم؟ سمعتوا بزاف ديال صداع الجامعة كرة القدم؟ لا، شحال هاد ما كنتو كتسمعو هادشي؟ اليوم تسمعتي حيت تسدو بزاف تسمع، فاكر؟ بزاف تسدو، الريع اللي كان في الرياضة انتهى، وأنا قلت لهم التحدي اللي كاين وقلتها لهم غابة، قلت لهم ما تنتظروش مني نعطيكم النتائج، عرفتوا علاش؟ حيت الخابية ديالنا خاوية، ما قلبوجناش الخلف اللي غادي يعطينا النتائج، هادشي ما تعولوش عليه. دابا عندنا الاختيار الصعب اللي هو الاختيار ديال البناء. غادي نبداو لان شنو كيوقع في الرياضه؟ كنا كنزربوا الوزير اللي كيجي خاصو يخرج وداي شي ميداليه ولا شي كاس في البالماريس ديالو. شوف انا ما كتهمني لا ميداليه ولا كاس، كيهمني اني نقعد نحط توجه الى هذه استراتيجي من هنا 10 سنين الجايه عاد نقدروا نهضروا على النتائج. اما اليوم ما عندناش، قاعده ضعيفه وضعيفه جدا، ازمه ديال المسيرين ديال
التدبير التكوين ما كاينش. بالله عليكم كيفاش يعقل بغيتو تحفظوا نتائج في كرة القدم مثلا تمشي للكرة حتى شعبية وحنا ما عندناش مراكز ديال التكوين؟ راه واحد الوقت كان المغرب مزيان فاش كانت افريقيا جاية، اليوم هو بعدا حنا استغنينا وهم بداو كيتطوروا. نيجيريا عندهم مراكز تكوين ما عندناش مثلا، راه ماشي كتجي كتشوف هذاك المستوى اللي كاين. على كل ما نطوش معكم في التفاصيل الشيء اللي بنبين لكم، وانا كنجاوب على شي واحد اللي كيقولوا اجدرتوا في الرياضه، انا كنقول للاخوات والاخوان يحق لكم ان تفخروا بالخدمه اللي كنديروا اليوم. علاش؟ لان اليوم كنقعدوا القدام، اليوم كنوسعوا القاعده ديال الممارسين. واش الرياضه عرفتوا اللي كيدير هرم هرم بحال البيراميد فيها القاعده الرياضه الجماهيريه كتعطيني الهوات كتعطيني المستوى العالي. واش عرفتي شحال عندنا حنايا ديال ليسونسي عباد الله في الرياضه؟ لان الرياضه اليوم خصك تفهم راه ارقام، مابقاتش داك الزهر كره لواء ضربات الفوق ضربات التحت اي زبلات، مابقاش داك الشيء، ولات صناعه ولات علم. وهذه هي العقليه اللي خصنا اليوم ناسسوا لها باش فعلا ناسسوا لقدام. عندنا 250,000 ليسونسي في الرياضات كلها، راه الا وقفت على هذا الرقم راه رقم صادم، رقم صادم. رياضات غير شعبيه في دول حدانا عندهم 300,000. انا ديما كنعطي واحد المثال ديال الكره ديال الريشه، ديال الكره ديال الريشه شفتوا هذيك البادمينتون ما شنو اللي كيدير فرنسا ما كيعرفها قليل زعما الناس اللي كيدير وصل 300,000 اكثر منا حنا في كل شيء. لا غير باش تفهموا، اذا اليوم عندنا حراك رياضي علاش كيركز على الحكامه، كيركز على التكوين، كيركز على القانون. سمعتوا داك الشيء ديال الباسكت؟ الباسكت صيفطوا لي البرا الفيبا صفعة لي اوزيل ورمضوا فيه رمضوا الصداع والى اخره، وتمشوا في النهار ما كاين لا فيبا لا فيفا. التاريخ والنتائج الامور بنتائجها، حيت دابا غير اش كتبغي تصلح كيبداو عباد الله كيتحركوا. وفي البرلمان سالت الناس قالوا لي خصك تستقل، قلت لهم علاش؟ قالوا لي حيت درتي لجنه مؤقته في الباسكت والفيبا لا فيدراسيون انترناسيونال ديال الباسكت برا وقفات الباسكت مشاركة ديال المغرب. قلت لهم والله يا ودي وقفتنا وقفت المشاركة ديالنا، وفاش كيشاركوا بعدا حنا باش يوقفونا هاد الناس؟ فاش خصكم كنشاركوا باش نوقفوا البطوله ما كايناش لعابات الفلوس ديال 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 التدبير ما واضحينش ما يمكنش نبقى ساكت على هادشي. قلت لهم شوف انا راه ما كاين لا في بالي في بالي غنمشي هادشي، والا كان خصنا نهرسوا باش نعاودوا نصلحوا. وفعلا مشينا وتسالت في البرلمان قلت لي خصك تستقل. قلت لهم والله يا ودي هادي سب حق البرلمان اللي طلبني نستقل وانا كنطبق قانون عباد الله. البرلمانيين هما اللي صوتوا عليه ذاك القانون، ما جبتوش انا ما جبتوش محمد غزين. جوج حوايج الدولة هذه عندها قانون ديالها كما قال الأخ، دولة المؤسسات كنطبقوا قانون وما كنطبقوهاش. إذا كيف يعقل أن البرلمانيين غادي يصوت على قانون هو اللي شرعوا وكيعطيه لي أنا باش نطبقه ويمكن يولي يستقل لأنك طبقتي القانون؟ زيد غادي يكون سبة في حق هذا القبضة الموقرة ماشي في حقي أنا. بالعكس تشجعني وتواكبني والحمد لله راكم شفتوا المسار اللي وصلنا ليه، أننا فعلا نجحنا أن درنا جامعة. وهذوك الناس اللي كانوا في الجامعة مؤقتة أنهم صحوا وقالوا هذا اقتصاد ديمقراطية. كرة القدم، كرة القدم نفس الشكل، دخلنا في حراك ديال القانون. طبعا الإشكال اللي كان راكم فهمتوا الإشكال ديال القانون اللي كان عندنا مع الجامعة، الجامعة ما عطاتش للفيفا الحق ديال النظر، هذاك المشكل كيهمهم. طبعا غادي يزجوا لأن دابا المشكل اللي كاين، أنا كنقول لهم عباد الله ما عنديش مشكل إذا كانت ملاحظات، ولكن المزايدات كنقبلهاش. ماشي ما كنقبلهاش، كنولي قبيح فيها وفرطت عليها. أنا كنقول الحاجة اللي كنقدر نقبح فيها هي الإنسان فاش كيكون فعلا كيتزايد، مزايد لا أقبلها، وطبعا كنتصدى لها بما يجب من معليش نقول لكم باللي بغيتو، باللي كان غادي نجاوب عليها. ولكن غتغلبني باش كتجيب لي واحد المشكل، باش كتجيب لي فكرة، وكنحس بأنك كتعاونني باش نصلحها، ولكن باش تجي تزايد عليا هذا الموضوع هذا. طيب انا غادي نرجع اليوم للاقليم. انا الاشكال اللي كان عندي علاش كنعاود لكم هادشي، لان فعلا دخلت واحد الدوامه باش كتكون فاش كتدخل الاصلاح ما ساهلش، كاين جيوب ديال المقاومه. جوج حوايج في هاد الرياضه، اما كتضل كتقول غادي نمشي حتى الاخر سي فو كاسي، الا كان هادشي غيتسهل سي تهرس ويتعاود وكتمشي فيه، خصك تكون عندك الشجاعه باش تمشي فيه. ما تقولش شجاعه، الشجاعه تاكل فيه عصا، وغادي تكون جيوب مقاومه، وغادي تكون مصالح، وغادي تكون غتكون. او اشنو كدير؟ كتطل كتقول مالي انا كاع على الصباح لعليه قلب، وكتسد داك الباب باش تمشي بحالك وكتخلي الامور والتاريخ ما غيدور والو. حنا اختيار اختيار لا غادي ندخلو في هادشي ومازال غادي نمشيو فيه، لان حنا كنقعدو كما قلت مستقبلا. شنو هو التقعيد المستقبلي؟ هو الحكامه بالقانون الزيار
ما كاينش باك صاحبي، ما كاينش هذا كيطلع هذا وهذا كيبيع كيجري لهذا، هادشي في فيني الجامعات اليوم انا ما كنعطيش الفلوس للجامعات. ردوا لي باش كنقول انا لا ادعم الجامعات، انا ادعم طموح وبرامج الجامعات. واش غير داك واحد كيقول لك نعطي كتسمعك كيعطيني فلوس واش انا هذيك الفلوس هذيك كتعطي فلوس؟ انا كنصاحب برامج، كنصاحب رؤيه، كنصاحب طموح، ولكن باش تجي تقول لي عطيني لا سفيني انا ما راك تفي تخونفي واقيلا دو مينيستير عشان تاع الدار هذاك لي فابور. طيب التوجه اللي قلت هو ديال البنيه الارضيه التحتيه. اليوم غنرجع للاقليم. الاخوان انا شفت الخطره فيها كنت غادي نجي وما كان عندي كان سوتشي سوتشي مشيت كان سيدنا الله ينصر كان كلف سيد رئيس الحكومه ومشينا العام الاولمبي الشتويه. وحيت كنت قلت للاخوان انا غادي نجي تعرض عليا طلبت من الكاتب العام والاخوان المدراء باش يجيو ويتواصلوا معكم عطاو لي وتبعت داك الشيء في الفيسبوك وخاصني عادي نجي تكتب عليا قال لهم راه ما قدرتش نجي حيت خاف دابا بالحجر ما عرفتيش شنو قلت لها خطرات عرفتي عرفتي المشكله ديالك عادي معايا ما يمكنش ولد ازرو كيخاف من الحجر عرفتي ازرو تخاف من الحجر عرفتي شنو ولد رئيس الحكومه كنا فاش وقع داك الشيء ديال كانوا ضربونا بيت عبد الله مسكين كنا كنهضروا كنضحكوا قالوا غادي نديروا لي كارت كورنا شفتي شنو السيد رئيس الحكومه انا راه ما كاين لا كارت كورنا ولا نقول لك واحد الحاجه من دابا راه الا ضربوا شي واحد بحجره خصو نصمم حيت الا ما نصمش راه نصرف لذلك صعب صعب جدا انه ولد ازرو الصخره الشامخه غادي يحافظوا الحجيرات والصخره كذا كذاش كتشهد على التاريخ ديالو وكتشهد كتشهد ايضا تشهد ايضا حتى على الشراسه ديالو احيانا الى اقصد الحال. طيب غادي نرجع للكتاب قلت هذا الوقت هذا خديت كنت كنحاول نصدق مع الاخوان ولكن دابا اليوم خصنا نظلموا ولا عجبني الحال بزاف على الفعاليات ديال المجتمع. جاو عندي الرباط قالوا لي ودي راه تصيف هذا غادي 30 عام وحنا كنهضر عليه. قلت لهم شوف هذا الملف انا غادي ناخذه غادي ندافع عليه ولكن حاجه واحده نطلب منكم ما تهضروش عليها ما تقولوش باننا فيه عرفتي علاش المصيبه ديالنا حنا حيت نهار كتشد واحد الملف راه حنا مرات كيكو باغ نهار كتشد واحد الملف كتبغي تدافع عليه الناس ما كتشوفش المصلحه العامه كتشوف بان هذا خدا هذا الملف غادي يركب عليه لا نهرسو حنا شوف انا نطلب منكم سد فمكم خليوني نهضر مع هذا الملف هذاك الملف ديال اعاده الاقليم للتصنيف ديال الدرجه الف باش يبداو فيها واحد 10% اللي كتزاد اليوم عبد الربي اللي دافع عليه ما عمركم سمعتوها ما عمركم عرفتوها جو هذه النقابات الاربع واللي وشاهد السيد جوج الناس اللي غادي نشكر اللي وقفوا معايا فعلا اللي دبل على هذه الملفات عطاو عليها ولكن سمعت واخيرا بعد سنين من النضال يتاتى لي هادشي دابا قالوا النقابات وانا صفقت عليهم زعما هاد النقابات عجيبه انت جماعه محمد اوزيل تحل المشكل اللي صدفه صدفه كاين سيد جوج الناس عاونوني فيهم ما نكذبش هو السيد رئيس وزير الحكومة الوزير الاول سي عباس الفاسي الله يجزيه بخير وقف معايا في هذا الملف وقف معايا سعد العالمي الوزير اللي كان في الوظيفه العموميه واللي فعلا كانوا كيقولوا لي في اخر لحظه صفقوا قالوا لي واخيرا انتصر الملف ديال اوزدين هو ماشي الملف ديال اوزدين علاش كنت كنهضر ما كنبغيش نقولها لان كاين واحد الفيلم كيبكي بان هذا الامر الله يستر كيبدا تهرس طيب هذا الشيء اللي ما بغيتش نقول ولكن دابا دفعتوني باش نقوله وغادي ناكلوا عليه لعبه من بعد معليش جاوب قولوا لي راه خاص واسمعوا لكم لعبه قولوا لي كتقولوا لي العالم القرار العالم القرار يعني فيه جوج ديال المشاكل دابا هنا فين بغيتكم تعاونوا وهنا فين غادي نجيو للصياغه اللي غادي نتعاونوا والاخوان حتى هما رؤساء المجالس الله يهديهم حتى هما خصهم يتعاونوا معنا ما نبقاوش باش كنساليو الانتخابات كنقولوا ولاد البلاد كيش انت هادو انت الاول الاول خصها تنتهي من بعد الانتخابات كتولي تماما ديال هاد الخصم الدرجة حنا مازال لا ان هذاك ودابا اش عيطنا على رئيس ونقول ليه اجي عندي شي بيان في نعاونك نقدر نقول لك في الرؤساء ديال سميتو مش شفت رئيس واحد اللي جاني ما جاني حتى واحد علاش مش حرام واش انا عندهم ماشي وزير ديالهم ولد بلادهم ما نعاونهمش لا كاين شي حاجه ماشي هي هذه كاين شي حاجه ماشي هي هذه ما خدمتش معاكم بعد الجماعات اللي برمجت هنا برمجتهم باش تقاتل الانفوس لان فاش كنمشي لبرنامج تما انا ما بغيتش ندخلكم في هاد النقاش فاش كتمشي لواحد جماعه كتلقى العراقيل ولا اوزيجي لهنا السياسه اسيدي هاكم غير ديروا تبناوا غير خليوا التاريخ يجي لهنا شي حاجه لان فعلا كنلقاو اشكال حقيقي في هاد الشيء لان الدراري كنخرج انا كيقول لي انا بغيت تيران واش بالله عليكم كتضلوا غير اجي
واجو بنيتي انا خصني الارض هذه مشكل ديال الارض ازرو انا عارف مازال في خصاص باعي القرف انا ما كرهتش نقول لكم واحد حاجه ما كرهتش ندير 20 ملعب ديال القرف ازرو اعطيني الارض اعطيني الارض وهنا فين بغينا هنا فين بغيت انا ايضا النضال ديال المجتمع المدني اش بغيتي ماشي ضد شي واحد والله يشهد الا كنهضر بالقلب كنهضر بكل صدق ماشي ضد شي واحد لا هذا وجه مشروع راه داكشي اللي درناه انا كنقول للاخوان المنتخبين الرؤساء كنقول لهم شوف راه حتى اللي كيشجع على هادشي راه ما كيعرفونيش انا وانتوما انتوما اتخذتوا الناس ضعوا فينا الثقه ديالهم انا في الحكومه انت في البرلمان انت رئيس الجامعه غدا غادي يعايرونا كاملين غدا غيشتمونا كاملين علاش لانه وجه مشروع اجي نتعاونوا نديروا لهادنا شي حاجه باش نرجعوا ديك الثقه ما ماشي ديما سمحوا لي ماشي ديما هادشي كاين ماشي ديما علاش حرام اليوم مسؤول كيمد يديه باش نحلوا المشاكل كامله ولكن ما كاينش داك النضج اللي غادي يقدر يمشي معاك وفعلا هذه معاناه اليوم انا كنشكركم على هذه المدينه فهاد الاليه اللي غادي نخلقوا اليوم من خلال هذا اللقاء لان هذا اللقاء هذا بغيت يقول له ما قبله وما بعده شنو هي ما قبله وما بعده بغيت نخرجوا بواحد الاليه اللي غتبقى تنسق معايا من واحد المجلس اللي غنخلقوا ويكون يعني نلقاو لي الصيغه كما اقترحوا الاخوان اما مجلس اقليمي يكونوا فيها واحد الاخ انت هو كتهزيد ليه؟ بغينا اذا هذا المجلس الاقليمي غادي تعاوني فيه بزاف لان حتى التسميه مزيانه ماشي مجلس امن حلوا لي المشاكل وانا راه ما يمكنليش نبقى نوقف في الجامعات نبقى ندبز على الارض وبداية عليك هو اقل من الارض ما تعطيني التاريخ اعطيني غير الارض انا نبني ولكن عندي هادشي ما كنبغيش نقولو عرفتي علاش؟ لان كنقول عاوتاني غادي تسمع لي كنضرب في شي حد اخر وانا ما عمرني ما نلقيت شي واحد ولا كتخرج من فمي شي كلمه عيب عليك في شي حد اخر ولكن راه الوقت كيدوز والتاريخ كيسجل طيب المشاريع ديالنا اللي كنخدموا ديال 14 مليار ان شاء الله غادي نشوفوها اضرب بعدا الخبر ذكرت شي ماكينه راه الغازون سانتيتيك ان شاء الله راه غادي يبدا عندكم غادي في هاد الشهور الاخرى غادي يكون سهله راه عاد المارشي تسينا غادي يكون عندنا الملعب ديالنا بالعشب الاصطناعي في المستوى العالي ان شاء الله بحول الله ما مشى على كل ندور ديك الصحه دابا درنا العشب الصناعي باش نتجاوزوا هذه المساله اذا اخذت لكم الى رديتوا المال التصور اللي كان عندي هو كل جماعه بغيت نعطيها حقها في هذه المشاريع وما كانت سهله حنا التوجه اللي عندي ردوا المال راه بحال جاي التوجه ديال الوزاره من الفوق البنيات التحتيه ياك لا فراس كلش دابا حنا كنقادوا دابا شنو غادي يجي من ك ك ك ك كتحدي ثاني العالم القاري الو العالم القاري هاد الاليه اللي بغيت اللي كنهضر عليها خاصها تعاون نلقاو الوعاء العقار اما نلقاو على مستوى المجالس ولا نشوفوا على مستوى الدومين لان السيد المخفي السيد عدي ما كانش فيها الارض راه كان هضرت مع السيد العامل اللي مشى ما لقيناش الارض هضرت مع مول الدومين وكان عليا ضغط لان حتى التشاور تما كيقول لي دابا راه ملي جيتي انت كتقول لي الاس اس بي فحطيت كنضطر ندخل في مشاكل اللي بعاد عليا لان المجال الاخرى الناس ما فاهمينش الاكراه اللي عندي ومشينا ودخلنا الحمد لله حتى جبر الارض دابا راه هو تصبح دابا خصكم تعاوني في عالم القراوي الارض ازرو هنا انا نقول لكم واحد القضيه بغينا نديرو فيلودروم حنا الابطال ديالنا ديال 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 السيكليزم من هنا حرام ما يدارش فيلودروم ما كاينش المغرب كامل بغينا نديرو في ازرو بغينا نديرو غدا في ازرو احنا بقينا في الاول واحد شويه ديال فاهمين ومن بعد عاوتاني لا ما كاينش العقار وماشي حرام هاد ازرو ما نعطيوهاش شي حاجه اللي تكون ديالها إذا درنا فيلودروم هذيك الحلبة ديال الدراجة الدراجة الهوائية ديال الاشتراطات ما غاديش تكون شي حاجة اللي غادي تبقى في التاريخ وما غاتبقاش ديكور كونسونتراسيون اللي غيبقاو يجيو عباد الله من برا ويدوزو تحرك الإقليم وعلى بناء هيكون روطين وكون وحنا بغينا نديرو حنا ما لقيناش الأرض نورمالمون خص تحرك نورمالمون خص تحرك طيب كرة القدم كرة السلة وكرة اليد هذا قبل نجي لهنا لا جيت بعدا شي مصارعه شكون هذا انا خصها تكون مصارعه ما كاينش مصارعه
الو الرئيس ديال المصارعه قال لي غادي يصيفط انتربي وهنايا عاوتاني هاد الاليه تخرب باش نديروا واحد النوايو ديال اللي فيه فهاد المصارعه. المصارعه مهمه عرفتي علاش؟ لانها راه سي اون ديسيبلين اولمبيك. عرفتي الازربايجان الى حطيتو في الالعاب الاولمبيه تمشي شي 700 ميداليه عرفتي فاش غير فهمت؟ حنا غنبقاو نتسداو نشوفوها في كره القدم وعمرنا نشوفوها الساعه هذا. اللهم نمشيو الحوايج باقي عندنا. اذا هذه المساله ديال المصارعه الله يجزاها لكم بغيتكم تاخذوها تحملوها وهذه غادي نشوفوها مع كره اليد الهوم غادي تعطيوني الموثق راه السيد الرئيس بغا يتعاون معكم بهذا الشيء. حيت التكوين يعني دابا حنا كنبقاو نقولوا انا ما كنتمش عليكم كيقلق او كتقلق واحد الحاجه بغيت كره بغيت توني واش غنبقاو في كره في توني؟ ما كاينش واحد كيفكر في الفورماسيون في التكوين نديرو مكونين باش نهزو المستوى باش نمشيو نشاركو في البطوله الاولى وباش نمشيو معاه. حنا دابا هادشي كنبقاو غير داكشي بريكر عطيني معنا واحد عام كره واحد سميتو هادشي اللي بغا نهزو المشكل ديال الكواري ديال ليكيب ونحيدو ولكن خصنا ندخلو المرحله الثانيه. هاد المرحله الثانيه اللي كنهضر عليها هي ديال التقطير والمتابعه. اذا انا هذا السيد الرئيس دار فينا واحد الالتفات الاقليم الله يجازيه بخير راه جاب السيد اللي غادي تخلص الجامعه ولا غادي التقطير هنايا وصفت الطابي وصفت الماتيريال غادي نشوف مع الاخوان كيفاش الصياغه باش تكون انطلاقه ديال هاد المصارعه هنايا في العزر. الرئيس ديال ايضا حتى هو وعد الاتحاد بانه بغا يعاون في الهوم نشوف الاخوان اللي على كره اليد باش نبقاو يكون معاهم اتصال في اطار دعم التكوين. الباسكت وكذلك كرة القدم وكذلك نعطيوها الدعم ولكن كرة القدم خصها نلقاو لها سبونسور لان ما يمكنش غادي نصبروا بحال هكا خصها نص شهر اللي غادي يقدر يعاونها الفرقة اللي ما يبقاش كل نقدر نقول بيبان عطيني انت عطيني انت هادشي راه ما يمشيش. اذا خصها نلقاو واحد الصيغة اللي فعلا غادي تقدر تمشي الجر مع الجر في هذا الاتجاه. وكاين وعود غادي تدي وعود من ناس مهمين ان شاء الله اللي فعلا غادي يكونوا اللي سبونسوريزيو الفريق ديالنا. طيب بغيت نرجع الان غادي نرجع للمركب. شوف المركب هو صوره مصغره لفشل تكبير المنشات الرياضيه في المغرب كامل. ما تحقدوش على شي حد هنا او تحملوا المسؤوليه شي حد هنا. اليوم من نهار جيت وانا كنقول الطريقه ديال التدمير ماشي ما صحيحاش وماشي هكا ولكن ماشي الخطا ديال هذوك. الخطا هي ديال الرؤيه الوزاره اللي ما عطاتش توجه باش تدبر الامور وفق واحد الوضوح وفق واحد دفتر التحولات اللي غادي يكون باين وتم الاتفاق عليه في الاول. اليوم اذا كتبعوا بلا سونارجيس ديك لا سونارجيس هي واحد الشركه الوطنيه ديال التدمير وانجاز الملاعب الرياضيه. هاد سونارجيس اشنو كانت كتقابل؟ كانت كتقابل ثلاثه ديال التيرانات، التيران الكبير ديال طنجه، التيران الكبير ديال مراكش، والتيران ديال اكادير. اليوم عاودت في هذا النظر ولينا نعطيوها تسميه جديده، يعني شحال هذه حنا كنفكروا في هذا الشيء، لان شي محطات كياخذ الوقت، بزاف الناس كيقول لك المشاريع اللي كنهضر لكم عليها اليوم واللي غادي تنجزوا دابا، راه عام ونص العام حنا كنفكروا فيهم، لان خاص الارض، خاص تستفد هذا، خاص فيه فيزي، خاص يرد، كاين واحد الثقل ديال الاداره واللي كيخلي حتى الامور ما كتمشاش ديك السرعه اللي بغيتي، دابا غير الا بغيتي غدا نبنيو مثلا الملاعب القرب خاصك الارض خاصك لوتوريزاسيون هنا خاصك العماله خاصك يرد عليك هذا. اذا هاد السلحفات كما كنسميها ديال المساطير يمكن حتى هي كتخلي الامور كتعطل وكتخلي حتى هاد ردود الفعل بهذا الشكل. اذا قلت بانه صوره مصغره على 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 الطريقه باش كيتزينوا بها القاعات في المغرب. اليوم هذا تصور جديد. شنو هو التصور؟ هو ان غادي ندخلوهم هاد القاعات ولي بي سي ولي سي اس بي كاملين. راه ماشي غير القاعات، لي سي اس بي فيهم اشكال. او غادي تحل ديال لي سي اس بي هنايا عاوتاني الملعب ديال القرب هنا في الازرق قريب وغادي تشوفوا عاوتاني اشكال الناس مازال غيحتجوا لان غايقول لك ما يمكنش انا غادي نمشي وخصني نخلص وبيني وبينكم دايما انا قلتها واخا ما عجبتش شي وحدين كنهضر على ملاعب القرب. كيفاش انت كتقول ملاعب القرب كتطلب عباد الله يخلصوا وكتقول كتمشي لاحياء فقيره احياء هشه وكتقول لهم خلصوا؟ يعني الخرب فينا هو يعني صعيب. انا كنقول لهم دري صغير بغا يلعب كره وانا حتى بجوج دراهم وانا دري صغير بجوج دراهم ماشي كيما كتهضر فيه. الى حضرتنا خصك تجي عندك ولا شي خالك الى هذا الله عطاك شي درهم ولا شي جوج غاتمشي تلعب بها سينو غاتعاني بزاف. لذلك باش كنهضروا على الهشاشه وكنهضروا على الفقر وكنهضروا على الاحياء اللي بخصوصها وندوا لها هذا المركب ونقولوا القرب والناس كتخلص اسمح لي هذه المساله خصنا نعاودوا فيها النظر بطريقه ما. اذا التوجه هذا اليوم هو هذه الشركه اللي قلت لها تولي ما تبقاش ديال التدبير غتولي ديال التدبير ملاعب غتولي المنشات الرياضيه.
هاد المنشأة الأثرية غادي ندخلوا فيها المقاعات وندخلوا فيها البيسين وغادي ندخلوا فيها يعني واحد مجموعة ديال المنشأة الأثرية طبعا باش يكون واحد التوازن باش هادي كتغطي عليها. هي مسألة لا غراتويتي. إلا حليتي واحد المقاعة دابا طرحت عليكم سؤال وهذا السؤال غادي تفهموه مزيان إخوان الرياضة. إلا درنا هاد القاعة فابور واش غتقبلوها؟ واش غتقبلوها؟ لا خليك تصيح ما تخرج بابا غتقبلوها؟ غير جاوبوني واش غتقبلوها إلا درنا فابور؟ ما فهمني حتى حتى وزنة. أنا نقول لكم والله نحلوها فابور ما تكملش حتى تمشي بالله عندكم تغلطوا هي خصنا نلقاو الصيغه هي غادي نلقاو غادي نسكتوا على صفر على فاس هذا دابا خصنا نلقاو الصيغه شنو هي بلاتي دابا الصيغه شنو هي دابا عايز بلاتي دابا الصيغه اللي غادي نلقاو شنو هي دابا لابسني لا بلاتي ماشي دابا انا ماشي انا غادي نحدد هذا الشيء لا انا غادي نحملكم مسؤوليه انا ماشي معكم انا غادي نحملكم مسؤوليه في اطار هذا الجدل اللي غادي نخلقوا واللي جات في الاقتراح ديالكم واللي كنعتبره مقبول ما فيش مشكل. هذه الجدل هذه غادي ندير واحد السير مشترك ولكن هذا السير لا ما نبغيش غدا تبداو تدرزوا لي بيناتكم صراحه انا عارفين غادي التجارب كنعيشوها وكنفهم عطيوني واحد الاليه وهذه دعوه رسميه دابا كنوجهها لكم. عطيوني واحد الاليه اللي غادي تاسسوا بها المجلس الاقليمي ولكن فاش كنقول عطيوها لي راه ماشي نخرج بهذا القاعه كل واحد غادي يمشي ونتلاقاو من هنا عام ونلقاو راسنا باقي ما درنا حتى حاجه. هذه مسؤوليه كانوا بحالكم غتعطيوني انا ها هذه دابا تحرك انت كتبقى تكيرو على الفيسبوك ما تخدم دابا دابا الله يرضى عليكم لا كنضحك مع هذه الاخ الصغير لا غير الله يرضى عليكم هذه دابا اليوم وجه مشروع اسمع واش بغيتوا نجحوا في هذا الشيء دابا غنضغط على التعاون على علاش غتسالوني انا والاقتراح ديالكم على راسي وعيني دابا ردوا البال كلامي فين غادي بغيت تعطيو لي الاليه باش ما نبقاش نبدا انا ماشي هو وعلاش هذا وعلاش الاخر غتبقى تعطلونا وما نقلعوش ردوا البال هذا الكلام اللي كنقول راني كنعرفش كنقول اجتمعوا عطيوني هذه الاليه وتخرج لي جوج الحوايج غتخرج ليا المجلس الاقليمي وغتخرج ليا الجمعيه اللي غادي تدبر معايا المركز ولكن انا كنقولها كنعاود نتاكد عليها ما تجيوش تكتبوا عليا غدا لا هذا ولا هذاك انا كنعرف هذه دارا وكتبوا لي تفوتوا هذا الشيء وسهلوا عليا الامور وعطيوني الانترفاس اللي غادي تدبر مع الاداره ولكن ما تدخلونيش فيكم شغلكم هذا واش تعملوا لي تفاش ما نبغيش غدا انا كنعاودها وكنكررها وكنعرف اش كنقول تجيو لا هو هذاك علاش ولا لا واخا انا كنعرف المجتمع المدني كيعطيني لا 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 يعني هاد الفاصله ما غادي نتعامل وانتهى الكلام اتفقنا الله يسخر بقات لي حاجه اخرى غادي نختم بها ايوا انا ما صوتتش عليها على الرياضه ما كنتش كنتو عارفين غير نمشيو للرياضه راه كاين حوايج اخرين اي حوايج اخرين انا غادي نقول لكم غادي والله العظيم غادي نقول لكم واحد القضيه قسما بالله الا انا كنقول واحد القضيه انا عندي معكم واحد التعاقد والتعاقد شوف غير الله اللي غادي يخلص كل واحد على نيتو الله سبحانه وتعالى هاد التعاقد يمكن ما نشوفوش يمكن تقلقوا على شي حاجه ما دارتش يمكن شي حاجه ما نتوفقوش فيها ولكن الحاجه اللي خصها تكون يقين لان الصدق بينك وداك الشيء علاش تعاقد عليه هو اللي كيدير ف مزيان نحافظوا على هذا التواصل كيما قلت في الاول غير ما يكونش الكلام المجاني واللي كيضر راه حنا انا كنعتبر راسي حنا عائله واحده انا كنقول لكم كاين اشياء يمكن ما توفقوش فيها ولكن نفرقوا ما بين ما هو مصلحه عامه وما بين ما هو مصلحه شخصيه داكشي اللي شخصي بوحديتو نناقشوه بوحديتو ما كنهضرش فيه وداكشي اللي عامه نجلسو ونذكرو فيه انا ما كنبغيش نقول بحكم التعاقد شي واحد اللي كيدير شي حاجه وكيهضر عليها بحال زعما كيديرها بالجميل بحال كدير شي حاجه للناس اللي وضعوا فيك الثقه كدير فيهم هادشي بالجميل راه هو واجب
ويجب ان يشجروا الثالث، ان الكونتور ديال الثالث كيدور، واش هادشي صحيح واش ماشي صحيح.